في واحد المشكلة لدى المحكمة. نعم تفضل. استاذ انا متهم بالرعي من ملك الغير. نعم ما. الو. وي نعم تفضل تفضل. انا متهم بالرعي من ملك الغير. نعم ما. وانا املك جميع الادلة باني مستاجر الارض على مصالح الفلاحة وعلى البلدية. نعم ما. على محافظة السروق. عندك أوراق عندك مستأجر بمن؟ نعم عندي بيانات وثائق سيد رسمية. نعم نعم. والحكم يصدر في حقي في السجن السجن شهرين حبس غير نافذ وزوج ملايين خطية. نعم نعم. واستأنفت الحكم. ألو. واضح سؤاله؟ واضح واستأنفت الحكم. راني الأستاذ يقول لك إذا استأنفت الحكم سيدي. إلا كسرت شرع. للأسف قطعت. معليش نقولوا في الحالتين تفضل. هنا الرعي في ملك الغير كتبقى كجنحة رغم أنها جنحة بسيطة لكن عندها عقوبة كما تفضل صغيرة نوعا ما لكن كاين اللي ما يحبش هذه العقوبة حتى ولو كانت بسيطة. هنا في قضية الحل الأفضل كي يروح يستأنف لازم يقدم الوثائق الرسمية ولازم اذا كان بالامكان كان لانه كان باستطاعتي امام قاضي الدرجه الاولى باش يجيب شهود لانه ممكن صاحب القطعه الارضيه هذه اللي دار شكوى عليه بلي راه يرعى له في الملك تاعو يقول بلي هذه القطعه الارضيه هي ملك لهذا الشاكي والمتهم المتصل هذا يقول لك لا لا هي القطعه الارضيه تاع مديريه الغابات هذه اللي راه مستاجر عليها. كان الافضل انه يقدم شهود بلي مكان الراعي لانه المكان اللي كان يرعى فيه ما يقدرش يتحدد ولا يعرف شكون. طيب. القاضي غير ممكن له باش يعرف المكان اللي كان يرعى فيه. اذا كان الافضل انه يقدم شهود باللي المكان هذاك اللي كان يرعى فيه ليست ملكيه تاع الشاكي هذا لكن تاع الملكيه تاع مديريه الغابات هذه اللي استاجرها بموجب وثائق رسميه. طيب. وان شاء الله كما يقولوا امام جهه الاستئناف كي يستأنف الحكم هذا تكون دراسة موضوعية وقانونية يعني القاضي في على مستوى الاستئناف كاين ثلاث قضاة يعني رئيس غرفة ومستشارين رايحين يدرسوا الملف والأولوية دائما تؤخذ للوثائق الرسمية وليس لشهادة الشهود يعني حتى شهادة الشهود كانت زيادة لكن الوثائق الرسمية هي الأفضل. أي احنا متأكدين باللي أمام المجلس سيتم نصفه.